السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا شروط التعلم بنحتاج ان نحط الابعاد والدايمنشن عشان احنا بنعمل حاجة تتنفذ في الموقع. فاجي هنا في الدايمنشن اند نود وابدا اقول له انا عايز الدايمنشن، وابدا اختار الستاندرد اللي انا هشتغل بيه واقول له مثلا عايز دايمنشن مثلا من هنا لهنا، واحط الدايمنشن ومثلا من هنا لهنا. ممكن تحط الدايمنشن مثلا اهوت، ممكن تعمل دايمنشن تاني مثلا من هنا مثلا لهنا اهوت، وتعمل واحد تاني مثلا من هنا لهنا اهوت، وتبدأ تظبطه، ومثلا من هنا. أنا بناخد بس مثال على الشغل أهو. ممكن تقول له أنا عايز دايمنشن بالشكل دوت، ميكونش مرتبط بال إن هو يكون أفقي أو رأسي بالشكل دوت. ممكن تقول له أنا عايز زاوية معينة، تختار مثلا زاوية كده هو يكتب لك الزاوية. ممكن لو عندك أي حاجة دائرية تبدأ تحط في كتابات الأسلوب، لو عندك أي حاجة فيها أسلوب بريك لاين، لو عندك أي حاجة عايز تعملها بريك لاين هنا مثلا، عايز تقيس حاجة مثلا من هنا لهنا لهنا، يبدأ يجيب لك الأرقام كلها قد إيه. ممكن تقول له أنا عايز أعمل مثلا تكست مثلا، وتبدأ تكتب نوت معينة بالشكل دوت. ممكن تحط مثلا كلاود اهوت بالشكل دوت، تقدر تختار الشكل بتاعها، تقدر تكتب الكلام، تشوف الخصائص ساعتها ميديم، عايز تشوف البلو هاي قد ايه وكذا. تقدر الروم نيم، ده حط الروم نيم كل غرفة من الغرف.